بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة السابعة من المحور الثاني. سنتعرض في هذا الفيديو إلى تعريف القص اللي هو الشير، وتعريف قانون الـ Average Shear Stress والـ Shear Strain. هنا معانا Solid محطوط على Two Supports Rigid Body. This block هذا مسلط عليه قوة F. هذه القوة بالطبع هي مماسة للمقاطع، في عندنا مقاطع هنا، المساحات المقطعية على السوليد على البلوك. ما دامت قوة مماسة فينجر عنها إيش؟ فينجر عنها قص، ينجر عنها شير. هذه معانا المساحات المقطوعة هنا، هذه هي المساحات المقطوعة. طبعا السبب الحقيقي للشير هو F، لكن السبب المباشر هي قوة الشير، هي V. كم تساوي V؟ لو طبقنا قانون الإكليبريوم Condition of Equilibrium، سيجما F تساوي 0 نيوتن، مجموع القوى على Y تساوي 0 نيوتن. تساوي كم؟ تساوي V مع V، يعني 2V ناقص F يساوي 0 نيوتن، وبالتالي V تساوي F على 2. طبعا هذا سنتعرض إليه فيما بعد، ما يسمى بالدبل شير، لأن المساحات المقطوعة التي حصلنا عليها هي مساحتين. الـ Average Shear Stress يساوي كم؟ دائما القانون في الإجهاد الناتج عن قوة هو قوة على الـ Area، على المساحات المقطع. Shear Force تقسيم Sectioned Area. Sectioned Area يعني تاو Shear Stress يساوي V على A. تاو Average متوسط إجهاد القص assumed to be the same at each point over the section، يفترض أنه متساوي على كل نقطة في المقطع. V هي الـ internal shear force والـ area هي الـ area at the section. الـ average shear stress كما قلنا أنه يساوي force على area. نمر الآن إلى شرح قانون هوك في الشير وإلى الانفعال في الشير أيضا في القص. طبعا لما تسلط قوة الفورس اللي هي مماسة على المقطع ينتج عنها التو اللي هي الشير ستريس، ويحصل تشوه صغير بزاوية جاما. هذه الزاوية جاما قيمتها وحدتها الراديانز هي ما يسمى بالشير سترين. جاما هي الشير سترين. العلاقة بين جاما والتو هو قانون هوك في الشير. الإجهاد يساوي constant ضرب الجاما. هذه الكونستانت هي الشير مودولس أو المودولس أوف ريجيديتي، وحدتها الميجا باسكال. هذه الكونستانت خاصة بالشير، طبعا يقابلها في الشد والضغط اليونكس مودولس. هناك علاقة رياضية بين ثلاث من الخواص الميكانيكية، ألا وهي اليونكس مودولس، البوسون ريشيو، و الشير مودولس. الشير مودولس جي يساوي اليونكس مودولس اي تقسيم 2 ضرب 1 زائد البوسون ريشيو نيو.